عذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل. يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل وشوقي مسرع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي خلق الحبة وورى النسبة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله؟ جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ أشرف صلى من العشاء ووددت أنه لم ينتهي. هذا هو القرآن. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. قال عثمان بن عفان ويروى عن عبد الله بن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. سمعنا في التلاوة قول الله عز وجل: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما بتخوفكش الآيات دي؟ مش قليلين اللي رايحين جهنم دول ايه؟ كتير. انتوا عارفين النسبة المئوية للنجاح يوم القيامة كم؟ واحد في الألف. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينادي ربنا يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك يا رب، فيقول الله يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار يا رب؟ يقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. تضمن إن أنت تكون دي الواحد ده، واحد في 1000. شكرا مسعود تعالى بيقول: ولقد زرعنا لجهنم ايه؟ كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. والسؤال اللي انت محتاج تجاوب عليه دلوقتي حالا: لهم قلوب اللي هم أصحاب النار لا يفقهون بها. قلبك فقيه أم غير فقيه؟ إذا كان لك قلب لا يفقه يبقى منهم. شرط أن لا تكون منهم أن تكون صاحب قلب فقيه. يفقه يعني ايه يا محمد؟ بيفهم، له قلب بيفهم. اوضح الله جل جلاله هذه المسألة.
المسألة أتم إيضاح في تمام الآية حين قال ربنا جل جلاله أولئك هم الغافلون. أنا نفسي نسمع الآية تاني ومن الشيخ أشرف اديله مايك. الأول تاني ولقد ثرى قول يا شيخ أشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الصلة بالله لتستكشف البصيرة والفراسة
انت فاهميني؟ طب صلى على رسول الحد سيبونا من الكلام. عايز ايه الحد؟ نعمل ايه؟ اول شيء ان قلوبنا دي تصطلع مع الله، ان قلوبنا دي تعيش كانها ترى الله. شو قال كده؟ تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك ترى. بالله عليك انا عايز اسالك وما تجاوبنيش ولا ترد ولا تفتح بقك. اشهد ربك على نفسك انت وانت ماشي في الشارع حاسس ان ربنا شايفك وانت بتصلي كانك ترى الله، وانت بتتكلم حاسس ان ربنا سامعك، وانت بتتصرف حاسس ان ربنا مراقبك، ولا انت ناسي كل ده وعايش معك؟ وبعدين نقول يا رب. طب يا رب بايه؟ يا رب بايه اذا كنت انت بتحاربه وتواري اعدائه وتنافق اعدائه وتقدم تنازلات لأعدائه وتستبطي أعدائه وتمشي في ركب أعدائه وتتبرى من شريعته وأوليائه، والآخر عايزه ايه؟ يهدي لك الدنيا ويصلح لك اللي انت فيه. طب ازاي؟ ما تجيش. قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده بالعكس لازم نصلح قلوبنا. عشان كده كانت هذه السلسله ان بعض الشباب النهارده بيقول انا بفرجت بنفسي وقعت وقمت وقمت وقعت وقعت وقمت. انا بقول له الوقوع ما بيجيش كده فجاه، بس انت مش فاهم. الوقوع بيجي على مراحل طويله، بس انت مش دجال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وعايز بس هات لي اول الايه يا شيخ اشرف، يجي اول الايه منين؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ها؟ الراجل ده ما اتفقتش معاه ولا حاجه والله، ده هو اللي جابهم كده من عند ربنا جل جلاله. ها اول الايه يقول يا شيخ ايه يا شيخ اشرف؟ سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا رب فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزيهم بما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم. سنستدرجهم استدراج. النعمه دي جت، النعمه دي عملت ايه؟
زادت البلطجة وزاد النصب وزادت قلة الأدب وزاد الافتراء على الدين وزاد حرب الدين. لم تستغل هذه النعمة بأن أشكر الله أن أزاح الظالمين. قولوا الحمد لله. والحمد لله ربنا كبت الحرامية وأزاحهم من طريق. قولوا الحمد لله. طب فين الشكر بقى؟ فين الاعتبار بمصالح الظالمين؟ الغفر. عشان كده بنقول ايه؟ ان اللي بيقع ده سندريته بتيجي ايه؟ واحده واحده. بس انت مش دريان. قلنا اول خطوه في الوقوع انحراف القلب. وسبب انحراف القلب كثره سماع الباطل. افتكر الامه سمعت السنه دي كلام قد اللي سمعته الامراض في السياسه، صح؟ ثلاثة.
زي ما قلت في خطبة الجمعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة أنت بتبيع، بتبيع نفسك تاني ليه؟ وأنت مش بعت من الأول لربنا؟ راجع تبيع تاني غير ربنا ليه؟ اللي تشوفه باع نفسه بقى للشهوات، للهوى، للدنيا، للناس، للأفكار، للانتخابات، للأحزاب، باع نفسه ونسي ربنا، يبقى دليل ان ربنا في الاصل مشتراهوش. ما قبلوش، ما تنفعنيش. هو قال كده: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نوله ما تولى. ايش؟ عشان كده ابن القيم قال كلمه وهي مش عارفه مشايخ كتير وهم حرين، لكن ابن القيم يقول ايه؟ ومن اعرض عن الله اعرض الله عنه وصفعه على قفاه وعن طريقه اغضى. يلا روح، ربنا مش محتاج لحد. الشاهد يا اخوه ان اللي ربنا اشتراه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامالهم بان لهم الجنه، مش بتاع الناس بقى، انت بتاع مين؟ الله. مش مشغول بما فيه الناس، هو مشغول بربنا. هو مش باقي على اللي فيه الناس، هو رجل الاخره. الشاهد العلاج تبطل تسمع، تبطل تشوف، تعمق الإيمان بالآخرة. إذا ما فعلتش وصاب القلب، يتحول القلب إلى قلب آثم. القلب الآثم ليه؟ المرحلة الثانية إثم القلوب، لأن ربنا جل جلاله خلقك أيها المسلم. ولما قلت إن الإسلام نعمة قولوا الحمد لله. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة والهداية نعمة. أنت قلت إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. نعمة. فلما ربنا هداك وتبت، بطلت مجنون وبطلت نسوان ودخلت المسجد وبصلي، دي نعمه. ربنا كرمك واعفيت لحيتك، انت لسه بتحلق ليا سني؟ خلاص بقى هسيب هذا ربنا ميت، مش هتحلق تاني؟ واحد. جزاك الله خير، كسبنا راجل طيب الحمد لله. انا بحبك في الله. جزاك الله خير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص ربنا الهدايه دي نعمه من نعم ربنا عليك، نعمه ان ربنا يهديك للصراط المستقيم في الاسلام. دي ايه؟ نعمه. نعمه هذه النعمه لما الناس تشوفك بقى استبدلت النعمه دي، يشوف واحد سني ويدخن، واحد سني ويبص على المسؤول، واحد سني ينصب وياكل اموال الناس بالباطل، واحد سني لو شافه كده يبقى اسمها شهاده زور ضد السنيه وضد الاسلام. هي دي. عشان كده ربنا قال ايه؟ ومن يكتمها فانه آثم قلبه. يكتم ايه؟ الشهاده ان انا لما اتدين الناس يشوفوا ان المتدين ده المسلم ده احسن الناس اخلاقا واضبط الناس مواعيدا واشد الناس امانا وايمانا واخلص الناس في عملك واتقن الناس في عملك. هو ده المسلم اللي يعصي يبقى شاهد.
لكن شهادة زور وشهادة باطل وكذب الشهادة للإسلام. ولا شوف المسلمين بيعملوا ايه؟ هي دي فإنه آثم قلبه. قلب آثم اللي هو كتم النعمة واسم من معاصي القلوب الشك. الشك في الله. قولي لا كلام كفر. ما اللي يشك في ربنا يكفر. بس بقينا بسنان. اقول له يا ابني اقم حدود الله وامنع الحرام وربنا كريم. يقول لك لا يعني ربنا كريم سمع مطلنا فلوس. يبقى كده شك في ربنا. ربنا قال لنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. اللي يشك في الكلام ده يفهم. أنت بتشك في الكلام ده القرآن محكم وأنا بكلمك بظاهر النص. لكن المشكلة أين التقوى؟ يا ابني أنت من المتقين؟ اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من أهلنا. بس هو مش كلام، لا دي مواقف. المواقف اللي بتحكم أنت تقي ولا فاجر. هي دي ما هي يا كده يا كده. اصل التقي ان يترك بعض الحلال مخافه من وقوع في الحرام. اللي قصاده فاجر متجرئ على حدود الله. لذلك يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. احنا قلنا كتير من زمان واحنا بنقول ان في بعض الشباب يعني شغال شغلانه حرام يجي يقول انا بدور على شغلانه ثانيه، لما الاقي شغلانه ثانيه هسيبها. يقول له انت كده قلبت الايه. الايه بتقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، انت بتقول اجعل لي مخرج وانا اتقيك. ربنا بيشترط اتقي وانا اخرجك، وانت بتقول اخرجني وانا اتقيك. اللي قلنا بقى في درس الاربعه الرحله الى الدار الاخره بتاع الباب بتاع زمان من كملها في درس الاربعه في مسجد رب العالمين في 6 اكتوبر بنقول ايه؟ ان ربنا هيحشر بعض الناس يوم القيامه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. إزاي يمشي على وجوههم؟ زي ما قلب الآية في الدنيا هي دي مقلوبة والقيامة. الفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر كبرى عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شرون. الجزاء من جنس العمل. هي كده انت قلبت حياتك النهارده بتشتغل
على ربك يعني انت هتقدر ترزق الناس دي؟ الناس اللي بيوتها مفتوحه دي يا رب انت هتخرب بيوتهم؟ يا رب انت هينفع ان انت توكلهم؟ هتقدر يعني عندك فلوس يا رب؟ يعني يا رب عندك شغل غير الشغل ده يا رب؟ يعني انت يا رب تقدر تقدر ما تقدرش يا رب؟ سبحان الملك الشاهد ايه؟ فإنه آسم قلبه. بوب ابن القيم بابا في كتابه إغاثة الأفهام من مصائب الشيطان، فقال: باب استيلاء النفس على القلب. باب ايه؟ استيلاء النفس على القلب. احنا عندنا نفس وقلب. قال ربنا: ان النفس لأمارة بالسوء الى رحم ربك. وقال ربنا جل جلاله: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. في قلب مطمئن بذكر الله ونفس أمارة بالسوء. لما تستولي النفس بقيم الكذب، وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضا يأمر بالسوء والفساد. يحصل ان تستولي النفس على القلب ازاي؟ بعض الناس شرب الغرور. انا بقول ان الاعداء كتير منهم النفس والشيطان. الشيطان له وسوسه بيوسوس. انا بقول ان كتير من الناس ناسي ان في شيطان، هو قاعد ساكت كده وعمال يقول لي هشوف فيلم، هاجي واحده، ادخن سيجاره، هخرج اتمشى، هعمل، هسرق، هرامي، هجيب قرض من البنك. خلينا نتكلم في حاسه معينه، السنه الماديه. اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب كل مكروب مسلم، اللهم ازل هم المهمومين من المسلمين، اللهم اغني فقراء المسلمين، اللهم ضعفاء المسلمين، اللهم كن في عون فقراء المسلمين. ابتلي بأزمة، اتورط في 10,000 جنيه وقاعد كده شايل الهم، اعمل ايه؟ اسد منين؟ الشيطان اللي عمال يقول له في ودنه روح اعمل بابك، ارهن البيت، روح استلف. وهو فكر ان هو اللي بيتكلم، مش انت اللي بتتكلم، ده اللي بيتكلم في ودانك وفي قلبك مين؟ الشيطان. بدليل انه ما قالكش ولا مره قول يا رب، ما فكركش الدعاء: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. ما فكركش في ده، قاعد يوسوس اعمل، طب اسرق، طب بيع، مش عارف ايه، عمال الشيطان يوسوس لك. كم الشيطان في حاجه اسمها النفس المطاعه. وقلنا كتير وخصوصا في الباب إن الفرق بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس، إن وسوسة الشيطان عايزك تحسب خلاص أي حاجة، لكن النفس بتلح على معصية معينة. والنفس دايما تأتي بكبر. الشاهد إيه؟ إن النفس قالت الجوزي عليه رحمة الله: أن أشد أسباب شتات القلب مطاوعة النفس في كل ما تطلب.
انك تطاوع نفسك حتى ولو في المباحات. يعني في المباح النفس بتقول لك ايه؟ قوم اشرب ميه، قوم تشرب ميه، اخرج السباك، تخرج السباك، انزل الشارع، تنزل الشارع، اتمشى شويه، اتمشى شويه، طلع التليفون اتكلم، العب شويه في التليفون، العب في التلفزيون، مش عارف عكس ابنك، مش عارف اغطس مراتك. كل دي النفس، النفس بتقول لك. والمشكله اللي بينا ان كل نفسك ما تقول لك حاجه تروح اعملها، تروح اعملها، تروح اعملها كده ركبتك النفس. لان النفس تميل الى البطاله والكسل. صفات النفس، النفس تميل الى المعاصي والشهوات، النفس تميل الى السفاسف والصغائر. لذلك قال لك ايه؟ علمها التحليق تكره الاسباب، علمها العز تأنف من الذل، اشغلها بالحق تنشغل عن الباطل. نفوسنا وحشه، هي مخلوقه كده وحشه. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطو خطبه الا ويقول ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. قلب مطمئن بذكر الله لو قدر يستولي على النفس يخلي النفس مطمئنه. زي مش احنا قلنا كده؟ الذين امنوا وايه؟ تطمئن قلوبهم بذكر الله. فصفة القلب انه مطمئن. لو القلب استولى على النفس يعمل ايه؟ يخليها مطمئنه. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكن لو استولت النفس على القلب يخليه امار بالسوء. عشان كده معاصي القلوب دون الشك. هنقول بقى معصيه مشهوره اليومين دول من معاصي القلوب الزنا. ايه ده؟ القلب بيزني؟ اه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ما بصليش على النبي يا سني. صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وجب على ابن ادم حفظه من الزنا ودرك ذلك لا محاله. فالعين تزني وزنها الفضل، واليد تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها السعي، والقلب يهوى ويتمنى. يبقى اللي يشوف واحده ويتمناها يبقى فقد زنى قلبه. الحب بيحب واحدة غير زوجته ده زينة القلب. القلب بيزني، ولما القلب يزني زي الفرج ما بيزني، هي هي اسمها ايه؟ زين زين زينة والعياذ بالله. اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب. ناس اللي قاعدة تتفرج على التلفزيون على فيلم ولا مسرحية ولا مسلسل ولا أغنية ولا كليب اللي بيقولوا عليه ولا بيتفرج عليه وشايف النسوان بتتنطط زي العفاريت قدامه، وثارت شهوته، زنت عينه وزنى قلبه، زنت يده التي لعبت على الريموت، وزنت رجله التي مشت إلى التلفزيون. لذلك يصبح القلب أمار بالسوء. تلاقي قلبه بيشتهي انه يبص، فانه آثم قلبه. صاحب القلب الآثم، وآثم اسم فاعل، اسم فاعل يعني فعل عامدا مدركا قاصدا ذاكرا. وهذا ممن لا يتاب عليه. قال الله إنما، وإن إذا اتصلت بها تفيد الحصر والقصر، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وده مش بجهالة، ده عملها إيه؟
متعمد، هو رايح لقناة كذا متعمد ومتأكد، هو فاتح موقع كذا متعمد، هو مسيف على تليفونه أو على الكمبيوتر بتاعه أو على اللابتوب أو شايل في الفلاشة الزينة ده متعمد، آسم قلبه. قلب آسم. طيب عشان أنا طولت عليكم كده الليلة دي، العلاج، العلاج نعمل إيه؟ إزاي نعالج هذا القلب الآثم؟ ابن القيم في كتاب الداء والدواء، وانصحكم أنكم تقروا الكتاب ده، الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، باتنين جنيه ونص قدام الجامع. كان زمان يا سني. هم بيقولوا لي أنت عايش في العصر الماضي. لكن شوف الكتاب ده، هاته أو اقرأ عند واحد صاحبك أو طلعوا الموسوعة الشاملة ببلاش، بدل ما تدخل على الحاجات الوحشة، طلع الكتاب ده على النت واقرأ، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ابن القيم بيقول إيه؟ وإذا وسوس الشيطان في الصدر ضاق الصدر فتوغل منه إلى القلب فولغ فيه فنجسه. اللهم طهر قلوبنا يا رب. الشيطان لما يقعد يوسوس لك، وزي ما قلت كده ايه، ان في بعض الناس بيقعد كده يحط رجل على رجل ويدخن مع الشيطان سيجارتين، قاعد يتكلم هو والشيطان ويدردشوا مع بعض كده. الشيطان لما ياخد عليك، وده اللي انا قلته كتير، اوعى تتكلم مع الشيطان، اوعى تناقشه، اوعى ترد على اسئلته وتسأله، هيغلبك، لان ده ايه؟ شيطان، انت مش قده. يبقى العمل النهاردة في حل القلب الآثم ان احنا نخرج الشيطان. وشاهد هذا حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الدم بيجي منين؟ من هنا، كل الشرايين طالعة من القلب وكل الأوردة طالعة من القلب، فعشان كده هو الشيطان قاعد على مجرى الدم واقف. فضيقوا مجاريه بالصيام، فضيقوا مجاريه بالصيام، يبقى أول سبيل الصيام. في ناس نسي موضوع الصيام ده بعد رمضان تماما، نريد إحياء هذه السنة، إنك ما يفوتكش أبدا اثنين وخميس. الاثنين والخميس زي رمضان، صايم كل اثنين وكل خميس، ثلاث أيام البيض، 13 و14 و15 من شهر العربي. أفضل الصيام صيام داود، صم كان يصوم يوما ويفطر يوما، صوم يوم وافطر يوم، الله ما أجمله من صيام. والنهاردة احنا في الشتاء، يعني انت بتخرج من البيت مثلا الساعة 8-9، المغرب الساعة 5، ما صمناش حاجة، ما صمناش حاجة. فلذلك أول شيء يا جماعة الصيام، بس الصيام الصحيح، مش الصيام اللي هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، لا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. إذا كان يوم صوم أحدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه ولا يجعل يوم صومه كيوم فطره. من سبل إخراج الشيطان من القلب كثرة الذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. إخوتي، إننا بحاجة إلى أن تلهج ألسنتنا بذكر الله. قيل لحسان بن أبي سنان: نراك لا تفتر، كم تذكر؟ قال: 100,000، بيسبح 100,000 تسبيحة في اليوم.
أنا دايما لما أقول الجملة دي أقول لك الكلام ده مش ليك، ده للعرض فقط. اوعى تسبح 100,000 في اليوم، هو مش مصدق أصلا، لكن خد الممكن المتاح. سيدنا أبو هريرة يقول، أبو هريرة الصحابي، أنا أستغفر الله كل يوم 12,000 مرة، 12,000 في اليوم على قدر ديتي. أنت بتسبح كم مرة في اليوم؟ بتستغفر كم مرة في اليوم؟ من الطرائف اللي دايما نقولها، ان احد الاخوة جالي يقول لي انا عايزك تربيني يا فضيلة الشيخ. قلت له طب اكتب لي بس جدول انت تقدر تعمل ايه. وهو ده اللي انا بنصحكم بيه يا جميع اخوة، ان كل واحد يعمل لنفسه جدول. انا اقدر اصوم في الاسبوع يوم واحد يوم الخميس، او اصوم يومين الاثنين والخميس، او اصوم ثلاث ايام سبت وثلاث وخميس، او سبت واثنين وخميس مثلا. مثلا حدد لنفسك كده. في الذكر انا اقدر اذكر استغفر قد كده، 1,000 عند في الصبح، و1,000 الظهر، و1,000 المغرب، و1,000 العشاء، و1,000 قبل ما انام مثلا 100. اقدر تقدر تقرا قران كام؟ جزء الصبح وجزء بالليل، جزئين في اليوم، 3 في اليوم، 5 في اليوم. حط لنفسك برنامج وجدول ومنهج امشي عليه وحاسب نفسك عليه. زي ما قلنا كده طبقه، هتلاقي اول يوم طبقت 10% منه، وتاني يوم 50%، وتالت يوم ما طبقتش حاجه خالص، ورابع يوم طبقت 80%، لكن اشتغل. ما تسيبش نفسك كده. فالمهم انا قلت له تقدر تذكر ربنا، تصلي على النبي كم مره في اليوم؟ قال لي 10 مرات. لا يا راجل، ده انت عايز تتربى فعلا. 10 مرات. الله يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شوف كلامك كل يوم قد ايه، وذكرك فين. واحد الصيام، اثنين الذكر، ثلاثة لم يطهر القلب شيء مثل البكاء. قال ابن الجوزي يا قومي قلوبكم على أصل الطهارة، إنما أصابها رشاش نجاسة، فدمعة من عين العين وقد طهرت. أبكي، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. صل عليه. والرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنت ما بتبكيش ليه؟ وزي ما قلنا كده ان البكاء حال، ما لا يعلم. يعني انا ما اعرفش اعلمك تبكي ازاي، لكن اعلمك مقام الخوف من الله، والخوف يبكيك. المقامات تعلم لكن الاحوال لا تعلم. ما اعرفش اعلمك ازاي تبكي. لا، انت لو خفت من ربنا تبكي، لو اشتقت لربنا تبكي، لو حبيت ربنا تبكي. مش المحبين بيبكوا؟ لكن انت اللهم ارزقنا الشوق الى لقائك. لو حسيت بالانس بربنا هتبكي، لو حسيت بالقرب من ربنا هتبكي. لو حبيت سيدنا النبي واشتهيت انك تقعد معاه هتبكي. حاجات كتير جدا تخليك تبكي. لو تذكرت ذنوبك ومعاصيك تبكي، لو تذكرت تقصيرك في الطاعات تبكي، لو افتكرت سكرات الموت هتبكي، لو تذكرت ظلمة القبر هتبكي، ضمة القبر هتبكي. أين البكاء؟ الناس النهاردة ما عادش حد بيبكي من خشية الله إلا من رحم الله. أول حاجة الصيام، اثنين الذكر، ثلاثة البكاء، أربعة تلاوة القرآن.
لما تقعد تقرأ القرآن وتتأمل، وأنا أؤكد لكم يا إخوة وأقسم بالله العظيم إن أجمل وأمتع وألذ وأحلى شيء في الدنيا القرآن. ما تقرأ القرآن كده، يعني أنا استمتعت وراء الشيخ أشرف النهاردة واستمتعت بسماعه، يعني مش عارف كم مليون جنيه حقيقي، أحلى من أي حاجة في الدنيا وأجمل من أي شيء في الدنيا. اقرأ قرآن وهقول لك سرها. دايما أنت بتتكلم، يا سلام لما تحس أن أنت ساكت وربنا بيتكلم. أما تسمع كلام الله، كلام ربنا، يا أنت مستشعر يعني إيه كلام ربنا، يعني إيه ربنا بيتكلم، إن ده كلام ربنا، يعني ربنا تكلم به، يعني ربنا قاله. بنقول دايما قال الله مش كده، الكلام ده ربنا قاله. أنا بحبكم في الله. آخر علاج نهائي وأخير، طول السجود. لما تسجد وافرد إيديك كده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجافي بين ضبعيه، كنا نأوي له من شدة ما يجافي بين ضبعيه، يعني بيبعد إيديه كده عن ودانه. في ناس بيروحوا ساجدين يروح عامل كده، مش إحنا، ده هم اللي بيسجدوا على أيديهم كده، إحنا ما بنسجدش على أيدينا، إحنا مش كده، مش جنب عينيك، لا ابعد إيديك، ابعد إيديك وافرد كتافك بحيث إيديك يقولوا إيه؟ تجافي الذراعين عن العضدين والعضدين عن الجنبين. اسجد كده وشوية شوية تعبت تضمهم كده، وشوية شوية نزلهم كده، اسجد ساعتين ثلاثة. طب اقول ايه في ساعتين؟ يا رب اغفر لي، يا رب اهديني، يا رب توب علي، يا رب أنا تعبان، يا رب أنا أرفم من نفسي، يا رب أنا مش طايقها، يا رب غير لي نفسي دي، يا رب صلح لي قلبي، يا رب ابعد عني المشاكل، يا رب صلحني ليك، يا رب قويني على اللي أنا فيه، يا رب يا ما لقيتش حاجة تقولها، قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. وانا ساجد وافضل ساجد وايديك توجعك، وارفع ايديك ودوس على دماغك وافرد سدك وارجع شويه لورا واطلع شويه لقدام، اسجد قول له يا رب انا مش هرفع دماغي غير اما تغفر لي بقى، لا اله الا الله، ارضى عني، نظف قلبي، حبني، قول له انا بحبك ومليش غيرك، اشكي وادعي وقرب من ربنا وانشغل بيه. هو ده طول سجود. لما قال ربيعة ابن كعب الأسلمي لرسول الله صلى عليه، حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. اسجد، اسجد الليلة كلها في سجدة واحدة، وقرب من ربنا لعل الله يخرج الشيطان من قلبك ويطهر قلبك الآثم. عايز قبل ما نرحل نسمع من الشيخ أشرف
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، لآخر السياق اللي أنا قريته، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أفغير الله أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. جزاك الله خيرا شيخ أشرف وبارك الله فيك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. آمين آمين آمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.